اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقه محمد اسماعيل للمعلومات. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا صحه وسلامه. النهارده انا راجع معايا حلقه مهمه جدا لكل الناس عايزه تنتقل من ويندوز 10 لويندوز 11. الاداء معايا اداه مهمه جدا هتبين لك هل تقدر تنتقل بسلاسه وهل هيحصل فيه مشاكل ولا لا. الاداه دي مهمتها بتكشف لك على الجهاز بطريقه سريعه جدا وسلسه جدا وبتعرفك ايه المشاكل قبل ما تنتقل للويندوز 11. تقدر تقول لك ازاي تقدر تعالج المشاكل ديت بمنتهى السهوله. بس قبل اي حاجه ادعوكم لعمل شير وكومنت سبسكرايب للقناه ويلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. الملف اللي معانا هيكون كالتالي على الموقع اهوت. طبعا زي احنا عارفين بنحمل بطريقه تنزيل مجاني او فري داونلود لو المتصفح بتاعك باللغه الانجليزيه. طبعا بتدوس هنا تنزيل مجاني وبتستنى تقريبا 30 ثانيه. بعد كده بتدوس على الكابوتشا اللي هي ديت انا لست برنامج روبوت. وبعد كده بتدوس انشاء رابط التحميل وبيحمل معاك بمنتهى السهوله. يلا بينا نشوف شكل الملف اللي معانا هيبقى شكله عامل ازاي. الملف اللي معانا هيبقى بالشكل دوت. هينزل معانا بالوين رار. طبعا هسيب لكم رابط برنامج الوين رار في الديسكريبشن للناس اللي مش مسطباه. وهيبقى معانا بعد ما نفكه هيبقى بالشكل دوت. كل اللي هنعمله اهو بدوس كليكتين عليه وبستنى ثواني. هيظهر معانا دلوقتي شكل البرنامج. طبعا هو جهاز تيل سيكا نظير ان انا فاتح البراوزر اهو. هقفل بس البراوزر اهو. طبعا هيكون معانا بالشكل دوت. اهم حاجه لازم نركز في الالوان اللي جايه معانا الاخضر والاحمر والبرتقاني. الثلاثه دول لازم تركز عليهم. الاخضر ده خلاص يعني الحمد لله الدنيا ما فيهاش مشكله. الاحمر طبعا هو ده المشكله. البرتقاني ما تاخدش في بالك، لا عادي ينفع تتعديه. طيب هنا بيقول لك ايه؟ ان انا بالنسبه للبروسيسور عندي شغال يقبل مفيش مشكله. عندك بوت موث اللي هو لوكاسي دوت بتيجي هنا عمليه ان انت تظبطها عن طريق المذر بورد بتاعتك. ان شاء الله في حلقه هعملها ازاي تقدر تظبط المذر بورد بتاعتك عشان تقدر تظبطها وتقدر تشتغل معاك بدون مشاكل. طبعا زي ما انتم شايفين هنا سي بي يو هنا عندي مفيش مشكله. سيبك منه ان ده كده ده تهيسه منه. وعندك السي بي يو كلر كونتاكت اللي هو الاربعه كورسز ده مفيش مشكله برضك. امكانيات البروسيسور عندي كويسه، سرعته كويسه. طبعا هنا عندي دايركت اكس 11 المفترض يكون انا هنا عندي دايركت اكس 11 المفروض ينزل 12. طبعا دوت لو ما انت بتكون مسطب ويندوز 10 بينزل تلقائي. هو للاسف ما بينزلش معايا على نسخه 8. وفي هنا عندك اللي هو الديسك بارتيشن تيب ده برضك سيبك منه مش هيبقى فيه مشكله. عندك الرامات لازم تتاكد منها. في عندك سورس بوت ده برضك ده بيتظبط من المذر بورد ان شاء الله. دي ودي ان شاء الله هظبطها لكم. وفي هنا برضك اللي هو ستورج هنا بيقول لك الدنيا ماشيه ازاي. وفي اللي هو تي بي ام هو ده بقى المشكله بتاعته. ده برضك بيكون موجود على المذر بورد. انا هنا عامل له ديسيبل عشان ان شاء الله هظبط لكم الدنيا. اي حد يظهر معاه الشكل ده الحاجات اللي هي ليها علاقه بالمذر بورد كده انت جهازك باذن الله يقدر يشتغل عليه نسخه ويندوز 11 بمنتهى السهوله. لان كل الموضوع هتعمل له فك او تنشيط من عن طريق المذر بورد. لكن لو جه ادالك احمر في حاجات تانية ملهاش علاقه بالمذر بورد، يعني مثلا لو جالك هنا في السي بي يو مثلا قال لك لا او في الرامات، اعرف ان الموضوع هنا مش هيمشي معاك سلس، بل بالعكس هتبقى نسخه تقيله جدا وهتعمل لك مشاكل كتيره جدا. طبعا انا حبيت بس ان انا اشارككم الاداه ديت عشان الناس اللي كانت بتسال. يا رب لو فادتكم يعني ما تنساش بقى بدعم للقناه وعمل شير وكومنت سبسكرايب للقناه. واي سؤال اي استفسار انا موجود معاكم على القناه وموجود معاكم على الفيسبوك. والقاكم في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.